تعال نبدأ بأول حاجة هنعملها تورتة الفراولة ونشربها فراولة، ويبقى جواها فراولة وطعم الفراولة فيها. مقاديرها على الشاشة، فراولة طازة بسم الله ما شاء الله لونها يفتح الشهية، ومعانا جيلي فراولة، معانا سكر، بيكنج باودر، أربع بيضات، شوية فانيليا لزفارة البيض، كوبين من الدقيق، ومعانا نص كوب من الزبدة السايحة الدايبة يعني، ومعانا من الجنزبيل الطازة بشرة أو معلقتين جنزبيل مفرومين، ورشة ملح صغيرة، وربع كوب من الزيت حسب الرغبة بدل الزبدة إذا أنت عايزة. حطيت زبدة يبقى بلاش الزيت. هتستخدم حليب في التورتاية شيف؟ لا. حلو الكلام؟ يلا نبدأ نشتغل مع بعض. البيض أول حاجة بنخفقه مع السكر بالشكل ده كده. أربع بيضات، ولازم تطلعي البيض من التلاجة في أيام البرد قبل ما تستخدميه بنص ساعة تقريبا. حلو. البيض في التلاجة والجو برد حضراتكم عارفين طبعا، علشان يديك المادة الهشة أو يديك النتيجة كويسة لازم تطلعيه من التلاجة قبلها بنص ساعة. بنحط على البيض ده شوية السكر، والسكر ده عملية تقديرية يعني ممكن يكون نص كوب ربع كوب مفيش أي مشكلة. حلو. وطبعا احنا بنعتبر حلقاتنا دي حلقة تعليمية، في بنات بيحبوا يخشوا المطبخ وبيطلبوا مننا ان احنا نعمل ازاي كيكه والحاجات الحلوه عشان يهدوا ماما، تهدي تيتا، واللي عندها تيتا ربنا يخليها لها، واللي عندها ماما ربنا يخليها لها، علشان تعمل الحاجات اللطيفه السهله. فانا النهارده ببشر جنزبيل اهوت ونستخدمه في الحلويات. جنزبيل طازه وفريش. جالي سؤال من الكنترول دلوقتي، ينفع نستخدم الجنزبيل البودر؟ هو ينفع، مش هيقول لا، بس مش هيبقى حلو زي الطازه ده كده. حلو. نبشره كده ينزل على البيض مع السكر. ده على فكره بيدي طعم لطيف وجميل وفليفر جامد جدا، بيبقى سبايسي شويه بس سبايسي مفيد. والجنزبيل من الفوائد بتاعته الاولى اللي بتصدر القائمه لفائده الجنزبيل ان هو بيحرك الدم في الشرايين الدقيقه للجسم، ويا سلام مع وجود القرفه الاثنين يبقوا عصابه. ننزل بالجنزبيل ده كده على البيض مع السكر ده الجديد. حلو الكلام؟ نقلبهم مع بعض. حلو قوي. شفتوا الجو ده كده؟ بيض، جنزبيل، سكر، والخفق جيدا. حلو قوي. ننزل بال الزبدة السايحة دي، ممكن تسيحيها بشوية حليب أو لو حطيتها جنب نار هادية كده هتسيح لوحدها. ليه زبدة يا شيف مش زيت؟ والله عشان يعني وجود الزبدة مع الفراولة حاجة لطيفة، ممكن تعملها بالزيت ممكن مفيش أي مشكلة. حلوة. نشيل الحاجات دي عشان نوسع نفسنا كده. ونحط تقريبا ربع كوب من الحليب حسب الرغبه، او تحط عصير فراوله زي ما انت عايزه مفيش اي مشكله. بنحط معلقتين من جيلي الفراوله اهو، ده جيلي فراوله وده موجود في اي سوبر ماركت. بنحط هنا كده شويه، راحه ابو حميد. فراوله تقطع كده في قلب الصوص اللي انا عملته او المكون اللي انا عملته. اقوله تاني عشان البنوتات الحلوه اللي بتشوفني اللي عايزه تخش المطبخ النهارده تعمل تورتايه حلوه لمامتها اهو. فراوله تتقطع بالشكل ده كده، ولو لاحظين انا شلت المضرب مش هستخدمه لان بعد كده هقلب الخليط ده بمعلقه معلقه خشبيه. حاضر عينيا. طب بس هنحط الكيكه في الفرن ونطلع نجري على طول. انا احط البيكنج باودر، ملاحظين حاجه كده؟ استخدامي بس للماتيريال او المقادير، خدت الدقيق لوحده كده على جنب وحطيت عليه بيكنج باودر اللي بتعلمه مطبخ اهو، ومجهز كل حاجه. القالب اللي انا احط فيه مقدار الكيكه بعد ما اقلبه معايا اهوت ومغلفه بورقه زبده جاهز. اي قالب عندك مفيش مشكله، او صينيه دي جاهزه اهيت. درجه حراره الفرن بصيت عليه، درجه حراره الفرن عندي 180. الخليط اللي معايا ده زي الفل، اللون الاحمر ده من جيل الفراوله، والمقادير البيض مع السمنه مع الفانيليا كل ده مع بعضه والسكر. هنزل بالمقادير دي كده اهو. موضوع بسيط خالص، ونقلبه بمعلقه خشبيه. المضرب ما ينفعش هنا.
وهناخد المقدار ده كله نحطه في قلب القالب. موضوع لطيف وجميل، وهتعملي تورتايه تطلع الفراوله دايبه دوب مع الكيكه بتاعتك. هنجهز لها طبعا صوص فراوله، تطلع من الفرن وهي سخنه كده لطيفه، تشرب صوص الفراوله اللي انا هعمله دلوقتي بالفراوله الباقيه عندي وبالجيلي فراوله، هنضربهم في قلب الخلاط ويسقطوا عليها اول ما تطلع من النار. هناخد المقدار ده كله، نتاكد ان كل المقادير اتقلبت كلها مع بعضيها كده من تحت لفوق اهو، واخدها في قلب القالب اهو، شوف ازاي اهو. الله، ده الموضوع سهل يا شيف، ده انا فاكره الموضوع صعب خالص، ما فيهوش اي صعوبه. كل المقادير مع بعضيها، البيض، الفراوله، الزبده، البيكنج باودر، دقيق. درجه حراره الفرن عندي 180، التايم قد ايه يا شيف؟ من 30 ل 40 دقيقه في درجه حراره 180. تطلع من الفرن سخنه لطيفه جميله، نبدا نحط عليها صوص الفراوله. السؤال لمخرجنا، دي مكانها فين؟ اهو في ارضيه الفرن بالشكل ده كده. اهو تعالوا مع بعض نشوف اخبار التورتايه الحلوه اللي في الفرن. معانا الخلاط، جبنا الفراوله اللي كانت موجوده عندنا بالشكل ده كده، وحطينا عليها جيلي فراوله بعد ما دوبناها في شويه ميه سخنين، وضربنا الفراوله في قلب الخلاط. حلو الكلام. وفي الاخر هنحطها على وش التورتايه بتاعتنا. حاضر يا فندم. دي التورتايه بتاعتنا اهي زي الفل، زي ما هي كده يا عم الشيف. يعني مطلوب مني لازم اخلص الحلقه. يلا، دي وهي سخنه كده، ده عصير الفراوله. يا ويلي، اللهم صل على النبي. حطيها وهي سخنه، تنزل عليها كده وتسيبيها بتاع 10 دقايق، تشرب صوص الفراوله مع جيل الفراوله، تقطعي منها بالسكينه، تطلع معاكي شرايح لطيفه وجميله.